السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، اليوم إن شاء الله غادي نفصل معكم قفطان ديال بنيتها من 6 شهور حتى العام. على بركة الله أنا غادي نخدم معكم الباترون. أولا أنا غادي نخدم معكم حافظة العنق، حافظة العنق عندي فيها 5 سنتيم، الكتف عندي فيها 7، حافظة العنق كما شفتوا درت 5 على نص سنتيم وتندورها بهذه الطريقة. عندنا الكتف فيه 7 وكنهبطو بجوج سنتيم. غادي نهبطو بخط ديال التركيز، غادي نهبطو ب13، عندنا الربع فيه 16، سنتيم. هذه كنقوروها بهذه الطريقه هذه باش كتعطينا الدوره ديالكم. الطول 56 من الكتف، كنعبروا الطول 56، هنا تنعبر 25، غادي نصل هذا الخط، هاد النقطة مع هاد النقطة. هنا في الجناب كنطلعوا
بسنتيم او لجوج سنتيم. انا غادي نطلع بجوج كما كتشوفوا. هذا هو الروبو. الربع قلنا عندنا 16. الطريقه باش تنعبروا على البنيه تندوروا بها سنتيم وتنفرقوا الرقم اللي عطانا تنقسموه على 4 ونزيدو جوج ديال السنتيم باش كيعطينا الربع. هذا هو الربع. هذا هو الباترون كنقطعوه. هذا هو الربع اللي حصلنا عليه. دابا غادي نخدم معكم الكم. الطول ديال الكم اللي بغينا فيه 23. كنحطو الكتف، هاد الخط ديال الكتف كنحطوه على الثوب بهاد الطريقة هادي. هدا الثوب تيكون مطوي على جوج، كنحطو الكتف بهاد الطريقة هادي. الخط ديال الكتف تيكون على الثوب، خط مستقيم. تندورو الدورة ديالكم هي هادي. الكم عندنا فيه 8. تنصيلو هاد الخط بهذا. غادي نجي للنص ديال هاد الخط. هاد الخط هذا داير لبرا، حنا غادي نردوه داير للداخل بهاد الطريقه هادي تقريبا بسنتيم. الطريقه كنحصلوا على الدوره ديال الكم. هنا غادي ندخلوا شويه تقريبا بسنتيم ولا باش ما يجيش خط مستقيم. نتقطعوه
هكا تنحصلوا على الكم. الدورة ديال العنق غادي نهبطو، نهبطو بسبعة من هاد النقطة، كنعبرو بالسنتي بسبعة هي لهاد النقطة. نديرو التقويرة، هذه هي الدورة ديال العنق الأمامية. هذا هو التوب، طويناه على أربعة، الجهة اللي مفتوحة والجهة اللي مسدودة هي هادي. غادي نحطو عليها باطحون ديالنا، هدا هو التوب، طويناه على أربعة، الجهة اللي مفتوحة والجهة اللي مسدودة. كنجيبو الباطحون اللي خدمنا نحطوه على هاد الجهة هادي بهاد الطريقة. غادي نتراسيو، كما شفتوا انا تراسيت على هذا الباطخون، غادي نقطع. تقطع دائما كنقطعو برا من التراساج بسنتيم على حساب الخياطه والسرجي. كما تراسينا الربع غادي نتراسيو دابا الكم. غادي نحطو بهذه الطريقه ونخلي سنتيم هنا ديال الخياطه.
دائما كنخرجوا بسنتيم على التراساج اللي دايرين. هذا هو ماء الكمام. الجهة ديال الأمام دائما كنحيدو منها سنتيم. هذه هي جهة الأمام. هذه الجهة اللي مفتوحة. غادي نعبر الدورة ديال العنق 7 ديال السنتيم. نديرو لها تقويرة بهذه الطريقة هذه. الدورة ديال الكم حتى هي تنحيدو منها سنتيم. هذا هو القفطان ديالنا، احنا فصلناه. تابعونا ان شاء الله مازال نخدمو بالرندة. اللي عجبو الفيديو يدير جيم واشتراك وضغط على الجرس باش يوصلو الجديد ان شاء الله. مع السلامة.